انا عارفه بقى ان دلوقتي ناس كتير بيتفرجوا على الدقائق الاخيره من ماتش مصر وغينيا بيساو، وبما ان في حاله من الهدوء حاصله كده حواليا في الاستوديو، بس واضح ان احنا كنا متوقعين فوز اكبر او نتيجه افضل او عدد اجوان اكتر. منتخب مصر لحد دلوقتي محقق 1-0، وتقريبا احنا في اخر دقائق من المباراه. في حاجة لطيفة حصلت النهاردة هدت الناس شوية، لأن احنا كنا متحفزين جدا، أولا مواقع اللاعبين، وثانيا محمد صلاح معشوق المصريين هو اللي جاب الجون، فالناس كانت منتظرة هدف من محمد صلاح. لكن أنا عارفة أنه كتير من المصريين كانوا متوقعين رقم أعلى من كده، وأداء أفضل. هو زمايلي حتى بيقولوا لي أنه واضح أن الأداء كمان مش عاجبنا، لكن على كل حال الوضع الكروي هيفضل طول الوقت هو الحاجة اللي بتشجعنا وبتفرحنا وأحيانا بتحبطنا. بس أنا دلوقتي أجيب لكم حاجة حلوة جدا ومشجعة وجميلة، لأنه في واقعة تعتبر من الوقائع النادرة اللي ممكن تحصل وغالبا ما سمعناش عنها قبل كده. في دوري الدرجة الرابعة حصلت قصة لذيذة وحلوة بشكل مش عادي. كان في مواجهة بين نادي منيا القمح وفريق اسمه الإنايات. أنا عارفة أن دوري الدرجة الرابعة مش بنتابعه، وبصراحة كده نفسي نتابعه ونفسي نشوف مواهب ونجوم وشخصيات، لأن هو متابعة الرياضة بكل أشكالها لطيف ومبهج يعني. لكن كانت النتيجة لحد الشوط الثاني كانت 1-0 لصالح فريق الإنايات. حاجة بقى لطيفة واللي مخلينا نقول لكم أنه تعالوا نشوف الخبر الحلو ده، المدير الفني لنادي منيا القمح كابتن حمادة علوان عمل تغييرة غريبة جدا. هو يعني نزل هو شخصيا يلعب مكان أحد اللاعبين وسجل هدفين، وطبعا توج فريقه بالفوز. كابتن حمادة في نهاية المباراة حصل له إصابة برغم الفوز ورغم النتيجة الحلوة دي، لكن فضلت القصة والحكاية دي جميلة جدا. فعشان كده احنا عايزين نقول له الأول الحمد لله على السلامة، ونعرف ايه اللي بيحصل ده، ايه الشغل الجديد والغريب ده. الف حمد لله على السلامه كابتن حماده، المدير الفني لفريق منيا القمح واللي سجل هدفين وجاب الفوز لفريقه. واضح ان انت كده يعني كنت بتلعب بحماس زايد يعني يا كابتن. مساء الخير عليك يا كابتن. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ ابتدينا ازي حضرتك وسعادتك طيبه، وشكرا على المقدمه الجميله. لا ده انت اللي جميل بصراحه يعني، انا ما اعرفش الحكايه دي. ربنا يخليك يا ست الكل. والله طبعا الحمد لله رب العالمين، يعني احنا طبعا حضرتك شكرا للدعم بتاع الانديه البسيطه والانديه القسم الرابع المظالمين بمعنى صح. طبعا والله الدرجه الرابعه ديت والدرجه الثالثه فيها مواهب كتيره جدا تستحق ان تكون في مكان افضل من كده. خاصه طبعا الواحد طبعا بدا من الدرجه الرابعه، بعد كده انتقلت لنادي المنصوره 2004 2005، وطبعا رحله طويله مع طلع الجيش والترسانة وانديه كبيره جدا كتير. فالحمد لله رب العالمين طبعا الواحد خبرته في حته المجال طبعا بيمتاز بالحته ديت، حتى الواحد متعود حتى لما يكون عنده شراسه وقلب لعيب الكوره طبعا لازم يكون عنده قلب وجديه واصرار وعزيمه. هي دي اللي بتميز اللعيبه عن بعضها في الفتره اللي حضرتك شايفها. اكيد حضرتك بتتابع المنتخبات وطبعا كل الفرق الافريقيه بقى عندهم القوه البدنيه اقوى من طبعا من الفرق الثانيه. الحمد لله رب العالمين طبعا حته الروح ديت موجوده من الصغر الحمد لله. حضرتك الواقع بقى بتاعت المباراه الاول يا كابتن، يعني هو ينفع كده يعني انت ليه نزلت مكان حد من الفريق؟ يعني كان عندك نقص في عدد اللاعبين، ولا انت اتنرفزت منهم وقلت لهم مش عارفين تلعبوا، ولا ايه اللي حصل؟ لا حضرتك والله العظيم حضرتك الموضوع مش كده خالص. الموضوع حضرتك قله الامكانيات طبعا، بعض اللعيبه بتشتغل وبتروح شغلها وتسيب حالها وكده، فبيقل عندك. وبعد موضوع الجيش برضه موضوع تجنيد بعض اللعيبه، 5-6 لعيبه مؤثرين، فطبعا بتبقى الفرق عندنا نقص في العدد، وبحضرتك طبعا عندنا مشاكل في المنطقه في المدنيه والكلام ده كله، فبيضطروش يقيدوا لعيبه الا لما يكون الامور تبقى متيسره والكلام ده كله. طبعا بنشكرهم حضرتك برضه ساعدونا، اللي انا يوم قبل المباراه بيوم ادونا الكارنيه بتاعنا ولاعيب كمان الحمد لله. ويعني المباراه حضرتك سيناريو غريب جدا حضرتك لو حكيتها على حضرتك هياخد وقت حضرتك بس دقيقتين. سيناريو ممتع وسيناريو شيق جدا لكره القدم، تحس ان حضرتك مباراه ديربي او دوري ممتاز. احكي لي احكي لي معاك الدقيقتين يلا بسرعه قول لنا. حضرتك الانايات طبعا حضرتك 21 بونت الثاني، واحنا طبعا 15 بونت، كنت لازم اكسب، فقلت الاولاد ربنا يكرمكم ان شاء الله وانا معاكم بره راح تكتوني الكلام ده كله. طبعا حضرتك معدل الاعمار السنيه عندي من 16 سنه 2005 ل 21 سنه. انت عمرك قد ايه يا كابتن؟ أنا 40 سنة حضرتك. الله عليك.
قولي كمل. ربنا يخليك حضرتك. ربنا يخليك. فحضرتك طبعا الولد الصغير بيلعب، فطبعا كان حته الالتحامات والقوه الجسميه القوه البدنيه بتاعت الفرقه تنها شرسه، واخدين امور بجديه. طبعا احنا كنا برضو في حته الالتحامات بتاعتنا واخدين امور بجديه، فطبعا انا نزلت تغييره كانت نتيجه على الصفر. فاول كوره طبت بينه وبين المدافع، فانا حطيتها في الجون من فوقيه، دخل الجون في الجون اشترك فيها، خدت اللي هو الست براس حضرتك. طبعا الاسعاف وقالوا لي ما ينفعش تكملش، الحكم اللي قام بسرعه كابتن محمد سامي مشكورا قال لي انزلك على مسؤوليتي، بس لو في دم تاني والكلام ده كله مش هتكمل. فطبعا رحت رابط وقلت لهم يا جماعه بعد اذنكم اي حد يجيب لي لزت عين، ورحت رابط الحمد لله. طبعا عشان كده ده روح المقاتل قوي يعني. ربنا يخليك حضرتك. فرحت لف حضرتك وبندج الاصابه وكملت، جت لفريق الانهيات ضربه جزاء في اخر 8 دقائق، يكون الحارس بتاعنا احمد ابو علي ما شاء الله عليه صدها، اتردد بعدها بدقيقه، رحت انا برضو مرقص المدافع ورقصت الجون، خدت ضربه جزاء ورحت حاطط جون المكسب الحمد لله. انا انت عارف انا ليه مستمتعه وانت بتتكلم يا كابتن؟ مش بس عشان انت انقذت الفريق ولعبت وانت متعور وكل التفاصيل الحلوه دي، لكن هو دايما يقولوا كده المدير الشاطر اللي لو غاب حد من فريقه يشمر ويشتغل، معروفه ربنا كده. خليك. ربنا فانت خليك. عملت القاعده الاداريه زي ما قال الكتاب كده وجبت فوز حلو لفريقك، انا بشكرك. الحمد لله ربنا يخليك. شكرا على ذوقك. شكرا على بشكرك والف سلامه عليك. ربنا يخليك وصحتك طيبين ودايما بخير يا رب. الروح القتالية كابتن حمادة كلامه صدقوني مبهج. أنا بحس أنه في ناس في الرياضة في مصر إحنا لو بس بصينا عليهم ولو بس شفناهم، إحنا عندنا نجوم في كل القطاعات في الرياضة في مصر.